السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم في فيديو وريفيو جديد ومقارنة جديدة من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهاردة تويوتا بيلتا اللي هرسناها على كذا فيديو موجودين على قناتنا على اليوتيوب، هتلاقوهم موجودين. حضرنا حفل الإطلاق، اتعرفنا على الفئة الأولى من العربية من بره، بعد كده عملنا فيديو للعربية في الفئة الأولى برضو بس من جوه، بعد كده عملنا فيديو ثالث على العربية في فئاتها الثانية من جوه ومن بره، وأخيرا ناس كتير طلبت إن هي تتعرف على الفئتين من العربية مع بعض ويتعرفوا على أبرز الفروق بالتفصيل. ده اللي احنا هنعمله النهاردة ان شاء الله في الفيديو بتاعنا. فاصل صغير زي ما تعودنا ونرجع نكمل. يوم الخميس 19 نوفمبر 2021 علامة تويوتا اليابانية من خلال وكيلها تويوتا ايجيبت هنا في السوق المصري، واحدة من شركات مجموعة الفطيم، أعلنت أو كشفت عن تويوتا بيلتا. حضرنا حفل الإطلاق، تعرفنا على العربية بشكل سريع، بعد كده عملنا فيديوهات فيها شيء من التفصيل عن الفئتين اللي بتطرح بيهم العربية. يوم الجمعة اللي هو يوم 20 نوفمبر بعد الاحتفال بيوم أو بعد إطلاق العربية بيوم، كان في زي ما بنقول كده ضرب نار، أو مفيش موضع لقدم باللغة العربية الفصحى هنا في توكيل علامة تويوتا في سي اف سي أو في كايرو فيستيفال سيتي، وعند كتير من الموزعين المعتمدين لعلامة تويوتا علشان الناس تتفرج على العربية وتحجز العربية. طبعا نظرا للإقبال الشديد، الحجز دلوقتي بقى من خلال استمارة إبداء الرغبة في حجز العربية، وبعد فترة بيكلمك التوكيل علشان يأكد عليك إذا كنت حابب تحجز أو تستمر في عملية الحجز وشراء العربية ولا لا. العربية بتطرح بفئتين في السوق المصري. الفئة الأولى السعر الرسمي بتاعها 235 ألف جنيه اللي معانا باللون الكحلي، والفئة الثانية الأعلى تجهيزا بتطرح ب 275 ألف جنيه، ودي الأسعار الرسمية للعربية، وفي أول فرق معانا هو 40 ألف جنيه. 40 ألف جنيه دي بتترجم على شكل تجهيزات موجودة هنا زيادة في الفئة الثانية مش موجودة في الفئة الأولى، هو ده اللي هنتعرف عليه بالتفصيل النهاردة، سواء كانت تجهيزات خارجية أو داخلية جوه العربية. طيب هل ال 40 ألف جنيه بقى تمن يستحق للتجهيزات الزياده اللي موجوده في الفئه الثانيه ولا لا؟ ده انت اللي هتجاوب عليه في نهايه الريفيو. النهارده هنتعرف على تويوتا بيلتا بفئتينها، الفئه الاولى والفئه الثانيه. نبتدي بمقدمه العربيه ونتعرف على ابرز الاختلافات في التجهيزات ما بين الفئه الاولى والثانيه من بيلتا. يلا بينا. في المقدمه كده اجمالا عندنا اختلافين، الاختلاف الاول متعلق بمنظومه الاضاءه، والاختلاف الثاني متعلق ببعض الترمات الكروم او الزينه، حركات زينه كده موجوده من الكروم. طيب اول اختلاف هنفصصه كده شويه هو منظومه الاضاءه. منظومه الاضاءه مبدئيا كده في الفئه الاولى بتكون الاضاءه هالوجين بالكامل، في الفئه الثانيه بتكون الاضاءه LED بالكامل، ما عدا الفوج لايت الاماميه اللي هي موجوده هنا في الفئه الثانيه مش موجوده نهائيا في الفئه الاولى. الفوج لايت الاماميه اللي بتيجي هنا بتيجي الاضاءه بتاعتها هالوجين. هنلاحظ بقى في الاضاءه برضو انه تقسيمه الاضاءه جوه الفانوس مختلفه ما بين الفئه الاولى والثانيه. هنا عندنا عدستين، العدسه بتاعت العالي والعدسه او الاضاءه بتاعت الواطي من غير عدسه. وهنلاحظ عندنا الاشارات الجانبيه موجوده فوق هنا برضو الاضاءه بتاعتها بتيجي هالوجين، وما عنديش فوج لايت. اما بقى في الفئه الثانيه هنلاحظ ان عدسه الاضاءه ال LED موجوده هنا، وهنا عندنا الاشارات الجانبيه اللي موجوده هنا برضو بتيجي الاضاءه بتاعتها ال LED، وطبعا فوق مفيش حاجه، لكن تحت هنا عندنا اضاءه نهاريه او دي راننج لايت الموجوده هنا طبعا الاضاءه بتاعتها ال LED. اما الفوج لايت الاماميه اللي موجوده هنا فبتكون الاضاءه بتاعتها هالوجين. وده ياخدنا للفئه او للاختلاف الثاني في مقدمه العربيه. هنلاحظ انه في تريم كروم او فريم كروم موجود حوالين الفوج لايت الاماميه اللي موجوده هنا، لكن في الفئه الاولى ونظرا انه مفيش فوج لايت فمفيش عندنا الفريم الكروم اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. ما عدا ذلك في مقدمه العربيه مفيش اختلافات ثانيه، يعني ده الاختلافين الوحيدين اللي موجودين هو منظومه الاضاءه وتريمات الكروم اللي موجوده حوالين الفوج لايت الاماميه. الديفيوزر الامامي هو نفس الشكل، الشبكه الاماميه بتيجي من البيانو بلاك او بلاستيك الاسود اللامع مع تريمات كروم فوقها وتحتها، موجوده برضو في الفئتين، مفيش فيها اي اختلاف مع علامه تويوتا في منتصف الشبكه الاماميه. وفتحات التهويه بتيجي على مستويين، المستوى الاول من خلال الشبكه الاماميه، والمستوى الثاني بيبقى اعلى الديفيوزر الامامي، عباره عن ثلاث ريش موجودين لتهويه المحرك والمنطقه الخاصه بنقل الحركه وخلافه.
طيب ده كده سريعا ما يتعلق بمقدمة العربية، تعالى بقى ندخل على منظومة الحركة والمحرك في بلتا 2022 من تويوتا، يلا بينا. منظومة الحركة، منظومة الحركة مبدئيا في الفئتين واحدة، ما فيش فيها أي اختلاف، نفس المحرك ونقل الحركة. ما عنديش مساعدين لرفع الكبوت، عندي بطانة داخلية موجودة هنا، وما فيش تصفيح أسفل المحرك. أيوة ما فيش تصفيح أسفل المحرك، لأنه في ناس كتير سألتني على النقطة دي، وناس كتير انتقدت العربية بسبب نقطة التصفيح أسفل المحرك. لكن في اعتقادي الشخصي وعلى حسب ما أنا شفت لحد النهاردة من عربيات في الفئة الاقتصادية دي، ما فيش عربية في الفئة الاقتصادية في المحرك بتاعها تحت منه تصفيح. لو شفت عربية زي كده عرفني برضو علشان ابقى متأكد، ولكن في امكانية لتركيب التصفيح خارج التوكيل طبعا، ومش هتخرجك من الضمان ما تقلقش. طيب المحرك، المحرك هنا 1.5 لتر او 1500 سي سي بتنفس طبيعي 4 سلندر، متوصل على نقل حركة اوتوماتيكي من 4 سرعات. المنظومة دي كلها بتطلع قوة حصانية 103 حصان وعزم 138 نيوتن متر عند 4400 لفة. طبعا العزم بيطلع متأخر شوية لان العربية تنفس طبيعي، ده رقم واحد. رقم اتنين، مطلوب منها الاقتصادية في الاداء والاقتصادية كمان في توفير البنزين، فبالتالي العربية اقتصادية بشكل اساسي، وبالتالي كمان هنلاحظ انه الاداء بتاعها على صعيد الشوارع المصرية او على مستوى الشوارع المصرية بتاعتنا هيكون مناسب للأسر اللي بتدور على أداء اعتمادي اقتصادي بشكل أساسي، مش بتدور على أداء رياضي أو أداء في شيء من الأجريسيف أو العنف. طيب ده كده سريع ما يتعلق بمنظومة الحركة. أما بالنسبة لمنظومة التعليق، فالأمامي بيجي ماكفرسون والخلفي بيجي تورشن بيم. ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومة الحركة والتعليق في بلتا. تعالوا بقى نتنقل لجنب العربية، ندخل بقى على جنب العربية، وهنا هنلاحظ مجموعة كبيرة من الفروق ما بين الفئة الأولى والفئة الثانية. يمكن أول فرق هنلاحظه هو الجنط. الجنطة هنا في الفئة الأولى بيبقى مقاسه 15 إنش جنطة حديد مع طاسة بلاستيك بلون واحد، أما هنا في الفئة الثانية فبيكون الجنط 16 إنش، بيجي توتون مع نقشة رياضية مختلفة ومميزة. طيب بالنسبة لمقابض الأبواب كمان، تاني اختلاف هنلاحظ مقابض الأبواب هنا في الفئة الأولى بتكون من نفس لون العربية، أما مقابض الأبواب في الفئة الثانية فبتكون من الكروم. تاني حاجة كمان موجودة في مقابض الأبواب هو الكيلس انتري أو دخول العربية بدون استخدام المفتاح. هنلاحظ انه هنا في الفئة الأولى مفيش كيلس انتري أو مفيش إمكانية لدخول العربية بدون استخدام المفتاح، أما هنا فعندنا أوبشن دخول العربية بدون استخدام المفتاح من باب السائق وباب الراكب الأمامي. تالت اختلاف عندنا في جنب العربية هو المرايات الجانبية. في الفئتين عندنا المرايات الجانبية مزودة بإشارات جانبية، ولكن الطي هنا بيكون طي يدوي، أما الطي هنا فبيكون طي كهربائي، والضبط بيكون كهربائي في الفئتين ما فيش فيها أي اختلاف. طيب ما عدا ذلك هنلاحظ تجهيزات مشتركة، منها مثلا أنه ما فيش عندي إزاز خلفي فامي، هنا كمان برضو نفس الحكاية، وعندي تريم كروم موجود هنا أسفل الإزاز الخلفي، موجود هنا كمان بس بيجي من الرابر الفريم اللي موجود هنا. ده برضو أحد الاختلافات ما بين الفئتين اللي تطرح بيهم العربية. ده كده سريعا ما يتعلق بأبرز الاختلافات في جنب العربيتين أو في جنب الفئتين من تويوتا بيلتا. تعالوا بقى نتنقل للظهر. في ظهر العربيتين بقى عندنا مجموعة اختلافات بسيطة. عندنا مبدئيا كده هنا في الفئة الثانية كاميرا خلفية، لكن هنا مفيش كاميرا خلفية. رقم اتنين، سنسور ركن خلفية موجودة على طول الاكصدام الخلفي، هنا في الفئة الأولى مفيش سنسور ركن خلفية، بالإضافة كمان لتصميم الإضاءة داخل الفوانيس الخلفية اللي بتيجي في الفئة الثانية LED، وفي الفئة الأولى بتكون الإضاءة بتاعتها هالوجين. هنلاحظ إنه شكل الفانوس الخلفي حتى مختلف إلى حد ما داخليا. هنلاحظ كمان ترمات الكروم اللي مش موجودة هنا في الفئة الأولى لكن موجودة هنا في الفئة الثانية عند مقبض الشنطة. بالنسبة بقى لمقبض الشنطة فهنلاحظ ان الشنطة هنا بتفتح في الفئتين من بره عادي، وليها زرار كمان موجود من جوه، ولكن الميزة اللي موجودة هنا في الفئة الثانية مش موجودة في الفئة الأولى هو إمكانية فتح الشنطة من خلال الريموت كنترول بتاع العربية بالشكل ده. مساحة الشنطة واحدة 478 لتر مستغلة بشكل كامل، سواء على مستوى الأبعاد بالعرض أو في العمق بتاع الشنطة كمان، بالإضافة كمان لوجود دور سفلي موجود أسفل الشنطة أو أسفل الأرضية بتاعة الشنطة، موجود فيه الاستبن الخاص بالعربية واللي بيجي بجنط احتياطي، ما بيكونش جنط بنفس جنط العربية، بيكون جنط حديد يعني، لكن مقاسه حوالي 15 انش. طبعا معاه العدة الخاصة بالعربية او العدة الخاصة بالسبن اللي هو الكوريك والمفك وخلافه. بالنسبة للإزاز الخلفي في العربية فبتكون مساحته الى حد ما متوسطة، ما هواش كبير قوي وما هواش برضو صغير، جواه سخانات علشان الشبورة والضباب، بالإضافة للأنتنة داخلية خاصة بالاريال مع الإضاءة التحذيرية الخاصة بالفرامل اللي تبقى موجودة في الجزء ده. بالنسبة برضو للستارة اللي موجودة في الخلف هنا دي هنتكلم عنها لما ندخل في العربية
العربية من جوه، ونتكلم على المقصورة الداخلية للركاب وتحديدا في الجزء الخلفي. في عندنا هنا ستارة إضافية مش موجودة في الفئة الأولى من بلتا. ده كده سريعا ما يتعلق بظهر العربية. تعالوا بقى ندخل في الكنبة الخلفية للفئتين ونتكلم على أبرز التجهيزات اللي موجودة فيها واللي مش موجودة في الفئة الأولى. يلا بينا. الجزء الخلفي من مقصورة الركاب في بلتا وتحديدا هنا في الفئة الثانية بيتميز بنقطتين بيخلوها مختلفة عن الفئة الأولى. النقطة الأولانية هو الفرش الجلد اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي، طبعا في المقاعد الأمامية وفي الكنبة الخلفية. مستوى الفرش أو الماتيريال الموجود بيبقى فوق المتوسط، ما هوش عالي قوي وفي نفس الوقت ما هوش منخفض للدرجة. التقفيل على مستوى التقفيل بتاعه أو على مستوى الخياطة أو على مستوى الملمس بتاعه كمان فيعتبر جيد جدا. هنلاحظ كمان مسند الإيد الخلفي اللي موجود هنا، ده موجود في الفئتين بالمناسبة، وفي اتنين كاب هولدر برضو ما فيش فيه اي اختلاف. يبقى اول اختلاف عندنا هو الفرش القماش، ثاني اختلاف عندنا هو الاختلاف الاخير برضو فيما يتعلق بالجزء الخلفي من مقصوره الركاب، هو الستاره الخلفيه اللي موجوده هنا واللي ممكن بحركه بسيطه الغيها من خلال ان هي بتلف على نفسها بالشكل ده، او لو انا عايز ارجعها تاني بالنهار مثلا او حاجه برجعها برضو بشكل بسيط جدا. ودي ستاره موجوده في الفئه الثانيه مش موجوده في الفئه الاولى. ما عدا ذلك بقيه الاوبشنز في المقصوره الخلفيه للركاب واحده ما فيش فيها اي اختلاف. هنلاحظ فتحتين تكييف موجودين هنا موجوده في الفئه الاولى والثانيه، عندنا مدخل 12 فولت برضو موجود في الفئتين ما فيش فيه اي اختلاف، وكذلك الماتيريال والتريم اللي باللون الرصاصي اللي موجود هنا في الباب برضو ماتيريال مشترك ما بين الفئتين. هنلاحظ ان هو بيجي من البلاستيك من هنا وهنا كمان بلاستيك، اما بطن الباب بيجي بتطعيمات من الجلد، ومسند الكوع كمان بيجي من التطعيمات من الجلد، ووحده التحكم في الازاز الخلفي بتكون من البلاستيك مع مساحه تخزين موجوده هنا. البلاستيك المستخدم مش اقوى حاجه، مش احسن حاجه في التقفيل بتاعه، ولكن مناسب للفئه الاقتصاديه اللي بتتنافس فيها العربيه. طيب نفق الفتيس مش مرتفع للدرجه، وبالتالي على مستوى المساحات والجلوس في المنتصف هتكون قاعد مستريح جدا، مفيش اي مشكله سواء لمساحه الراس او حتى القعده بتاعه المنطقه اللي في النص هنا برضو قاعده مريحه، فلو حتى انت شخص في طولي مفيش فيه اي مشكله. على مستوى المساحات بشكل عام في الكنبه الخلفيه المساحات اديها تقييم ممتاز جدا الحقيقه. انا ظبطت كرسي السائق على وضعيه القياده الطبيعيه بتاعتي، ومع ذلك عندي اكتر من 5 صوابع لمساحه الركبه، مع امكانيه ضبط كرسي السائق او ارتفاع كرسي السائق تحديدا هنا في الفئه الثانيه، لكن ده مش موجود في الفئه الاولى، علشان يديني مساحه للرجل من تحت بشكل كبير، فاقدر افرد رجلي بالشكل اللي يريحني، وده برضو احد الامتيازات في العربيه او احد نقاط القوه اللي بتنافس بيها، وهي نقطه المساحه. وكذلك مساحه الراس هنا مساحه كبيره جدا ومعقوله جدا، وبشكل عام هي نقطه قوه مميزه في بلتا، المساحات الموجوده في مقصوره الركاب. ده كده سريعا ما يتعلق بالجزء الخلفي او الكنبه الخلفيه من الفئه الثانيه من بلتا. تعالوا بقى نتنقل للفئه الاولى من بلتا ونتعرف على ابرز الاختلافات فيها. يلا بينا. على مستوى التجهيزات في الكنبة الخلفية هنا في الفئة الأولى من بلتا هنلاحظ اختلافين. الاختلاف الأولاني هو الفرش المستخدم، طبعا هنلاحظ ان الفرش هنا بيجي من القماش بالكامل، لكن بقية الاوبشنز تقريبا واحدة. يعني مثلا هنلاحظ المسند الايد اللي موجود هنا مع الاثنين كاب هولدر موجود في الفئتين. الاختلاف الثاني هو الستارة الخلفية اللي اتكلمنا عليها موجودة في الفئة الثانية مش موجودة في الفئة الأولى. أما بالنسبة للماتيريال المستخدم في الباب ففي اختلاف بسيط جدا، وهو البطن بتاع الباب اللي بيجي هنا من القماش لكن في الفئة الأولى كان من الجلد، لكن مسند الكوع بيكون من الجلد زي ما هو في الفئتين مفيش فيه اي اختلاف. ما عدا ذلك نفس التريم الرصاصي اللي موجود هنا ونفس المساحات بتاعه الركبه والارجل، مع اختلاف ان كرسي السائق غير قابل لضبط الارتفاع بتاعه هنا في الفئه الاولى، لكن في الفئه الثانيه بيكون قابليه لضبط الارتفاع بتاع كرسي السائق ولكن يدويا. طيب عندنا كمان التجهيزات لسه برضو زي ما هي، اللي هو فتحتين التكييف مع فتحه ال 12 فولت الموجوده زي ما قلنا في الفئه الاولى وفي الفئه الثانيه مفيش فيها اي اختلاف. على مستوى المساحات ابرز نقاط القوه اللي بتنافس بيها بلتا ما بين المنافسين هنا في السوق المصري، بالاضافه كمان لمنظومه الحركه الاعتماديه اللي بتعتمدها تويوتا في عربيتها هنا في بلتا. ده كده سريعا الجزء الخلفي من مقصوره الركاب في بلتا بفئتينها الاولى والثانيه. تعالوا بقى نتنقل لمقصوره الركاب من قدام او تحديدا الكونسول الامامي، ونتعرف على ابرز التجهيزات الخاصه بعوامل السلامه والامان وخصائص الترفيه او الانفتيمنت سيستم الموجود في العربيه. يلا بينا. على مستوى الكونسول الامامي هنا في الفئه الثانيه عندنا بعض الاختلافات المهمه، اللي هي يمكن اغلبيه ال 40,000 جنيه الفرق دول هتلاقيها موجوده في التجهيزات اللي موجوده جوه العربيه وتحديدا هنا في الكونسول الامامي. هديك مثال، عندنا مثلا زرار الستارت ستوب انجن مع منظومه الكيلس انتري موجوده هنا في الفئه الثانيه مش موجوده في الفئه الاولى، ده اول اختلاف. ثاني اختلاف عندنا الشاشه الوسطيه 7 انش تاتش سكرين ابل كار بلاي اندرويد اوتو الموجوده هنا في الفئه الثانيه في الانفوتيمنت سيستم مش موجوده في الفئه الاولى، واللي من خلالها تنعكس الرؤيه بتاعه الكاميرا الخلفيه اللي موجوده في الفئه الثانيه مش موجوده في الفئه الاولى. تعالوا ندور العربيه كده ونشوف اخبار الرؤيه في الكاميرا الخلفيه ايه عندنا هنا. طيب
يعني الرؤية مش أحسن حاجة للأمانة، يعني مش أحسن حاجة، ولكن بتؤدي الغرض. الأوبجكت فيها أو الأجسام اللي موجودة وراء العربية تبقى باينة، لكن الريزوليوشن مش أحسن حاجة. معرفش هل في ستيكر مثلا موجود على الكاميرا أو لا، ولكن يعني الريزوليوشن بتاع الكاميرا بيؤدي الغرض بشكل كبير. طيب برضو من ضمن الاختلافات الرئيسية ما بين الفئة الأولى والتانية هو عجلة القيادة اللي تيجي هنا من الجلد، في الفئة الأولى ما بتكونش من الجلد. عندنا كمان كروس كنترول أو مثبت ومحدد السرعة، أو تحديدا مثبت السرعة موجود هنا على الجزء اليمين من مكسور من عجلة القيادة، مش موجود خالص في الفئة الأولى. هلاحظ برضو على الشمال ده حاجة مشتركة على عجلة القيادة، وحدة التحكم في الانفوتيمنت سيستم المتعلقة بالصوت بتاع العربية، صوت الساوند سيستم، بالإضافة لمجموعة أزرار هنا لغلق وفتح والمكالمة والفويس كومنت أو الأوامر الصوتية. ده برضو الاختلاف اللي بعد كده اللي موجود. الاختلاف اللي بعد كده كمان عندنا شاشة العدادات الموجودة هنا. الاثنين طبعا شاشة العدادات فيهم أنالوج أو عقارب، مفيش فيهم اختلاف، ولكن هنا في عندنا شاشة وسطية 3.5 إنش بتيجي بألوان مالتي كالر، بيسموها مالتي كالر أو ألوان مختلفة، بتديك كل المعلومات الخاصة بالعربية. نفس الشاشة دي موجودة ولكن بحجم أصغر ومن غير ألوان في الفئة الأولى. ما عدا ذلك هنلاحظ مثلا ان عمر السلامة والأمان في العربية واحدة في الفئتين، ما فيش فيها اختلاف. عندنا 2 إيرباج، إيرباج للسائق وإيرباج للراكب الأمامي وإن كان العدد قليل، وكذلك عندنا الـ EBS اللي هو نظام الفرامل منع الانغلاق، والـ EBD اللي هو التوزيع الإلكتروني للفرامل، وللأسف ما عندناش ESP أو نظام الثبات الإلكتروني. عندنا طبعا هنا في الفئة الثانية حساسات الركن الخلفية اللي ليها زرار موجود على الجنب الشمال هنا، من خلاله أقدر أفعلها أو أقفلها. هنلاحظ كمان زرار خاص بالإضاءة الأمامية، لأنه ضبط مستوى الإضاءة الأمامية بيكون أوتوماتيكي هنا في الفئة الثانية، أما في الفئة الأولى ما بيكونش أوتوماتيكي، والإضاءة نفسها بتكون أوتوماتيكية في الفئة الثانية، لكن في الفئة الأولى ما بتكونش أوتوماتيكية. هنلاحظ كمان باب أو المكان اللي بتاع النظارة، التخزين بتاع النظارة اللي موجود هنا، ده موجود في الفئة الثانية مش موجود في الفئة الأولى، لو ده هيفرق معاك يعني. بالإضافة كمان للمراية الخلفية اللي موجودة هنا بتبقى أوتو دامينج في الفئة الثانية، أما في الفئة الأولى فبيكون التعتيم بتاعها تعتيم يدوي. الشاشة هنا موجودة، التاتش بتاعها سهل، ما استجابته مش أسرع حاجة ولكن الاستجابة معقولة إلى حد ما، مقارنة أكيد بالأوبشنز بتاعة العربية والمنافسين بتوعها بشكل عام. فنلاحظ ان العربيه بصراحه يعني مقارنه بالسعر كقيمه مقابل سعر، تقييم الشخصي هي قيمه فعلا مقابل سعر. وحده التكييف اللي موجوده هنا بتيجي اوتوماتيكيه بزون واحده او منطقه واحده، ولكن هنا في الفئه الثانيه بتكون اوتوماتيكيه، في الفئه الاولى بتكون الضبط بتاعها يدوي بالكامل. وعندنا طبعا هنا على اليمين وحده التحكم في مستوى المروحه، وهنا على الشمال وحده التحكم في درجه الحراره، مع الازرار الخاصه بالسخانات الموجوده في الازاز الخلفي وخلافه. هنا في الكونسول الوسطي هنلاحظ عندنا فتحة 12 فولت مع فتحة USB وفتحة AUX، مع مساحة لوضع التليفون هنا، واثنين كاب هولدر موجودين، وممكن اقفل عليهم بالشكل ده عشان يدي منظر شيك كمان للكونسول الوسطي. عصاية نقل الحركة من 4 سرعات الموجودة هنا، عصاية ستريت او خط واحد، بالاضافة كمان لفرامل الايد اليدوية في الفئتين مفيش فيها اختلاف، ومكان صغير هنا عشان احط فيه مفتاح العربية، بالاضافة لمسند الايد الامامي اللي هو مسند ايد طبيعي، وحجمه او حجم او مساحة التخزين اللي تحت منه صغيرة الى حد ما. عندنا جلافز بوكس موجود هنا برضو، المساحة بتاعته الى حد ما معقولة. البطارية المستخدم بشكل عام في العربية هو بلاستيك زي ما احنا شايفين كده، بلاستيك في كل حتة، ولكن البلاستيك الملمس بتاعه هنا في قدام بيبقى الملمس بتاعه واخد طبقة من الجلد كده، فشكلها مريح للعين وملمس مريح للايد كمان بشكل كبير. هنلاحظ كمان هنا الاوتو فولدنج او الاوتوماتيك فولدنج بتاع الازاز او المرايات الخلفيه او المرايات الجانبيه عفوا، الكهرباء ممكن من خلال زرار موجود هنا، والضبط بتاعها كمان كهربائي بالكامل، لكن طبعا الطي بتاعها بيكون يدوي في الفئه الاولى زي ما اتفقنا. ما عدا ذلك ده كده سريعا ما يتعلق بالكونسول الامامي في الفئه الثانيه من تويوتا بلتا. تعالوا بقى نتنقل للفئه الاولى ومن هناك نختم المقارنه بتاعتنا او الريفيو بتاعنا. يلا بينا. اخر جزء في مقارنتنا دلوقتي وهو الكونسول الامامي في الفئه الاولى من بلتا. هنلاحظ يعني اختلاف بسيط في شاشه العدادات بتاعه السائق اللي موجوده هنا، يعني في الفئه الاولى او في الفئه الثانيه عفوا كان مؤشر البنزين موجود تحت المؤشر بتاع السرعه، لكن هنا موجود جنبه، وكذلك في الار بي ام مؤشر الحراره كان موجود جوه مؤشر الار بي ام لكن هنا موجود جنبه، فشكل العداد مختلف الى حد ما. في الفئه الثانيه بيكون شكله رياضي شويه. هنلاحظ كمان انه الاضاءه اللي باللون الازرق الموجوده هنا في الفئه الثانيه هنا مش موجوده في الفئه الاولى، يعني لو شغلنا
العربيه كده، هنلاقي ان مفيش اضاءه باللون الازرق زي اضاءه داخليه كده موجوده. طيب هنلاحظ كمان انه الشاشه الوسطيه بتاعه العدادات اللي موجوده هنا هي شاشه حجمها صغير جدا وبتيجي بلون واحد ابيض واسود، ويعني ايه فيها المعلومات الرئيسيه الخاصه بالعربيه مش اكتر من كده. عجله القياده بتيجي مالتي فانكشن ولكن ما عنديش كروس كنترول في الفئه الاولى. هنا على يميني موجود نفس اللي موجود في الفئه الثانيه اللي هو وحده التحكم في الصوت والمود بتاع جهاز الترفيه، وعندي مجموعه ازرار هنا. مفيش طبعا فويس كوماند او اوامر صوتيه موجوده في الفئه الثانيه، لكن هنا بيتم استبدالها بزرار خاص بتفعيل البلوتوث بتاع العربيه وزرار فتح وقفل المكالمات. طيب على الشمال وحده التحكم في ارتفاع عدسه الاضاءه الاماميه اللي بتيجي بكره هنا، لكن هناك بتكون اوتوماتيكيه زي ما اتفقنا. وطبعا عشان ما عنديش سنسور ركن خلفيه هنا في الفئه الاولى فمفيش زرار خاص بالسنسور في الجزء الشمال. طبعا العربيه بتشتغل من خلال مفتاح بالشكل ده ومفتاح جواه ريموت في زرار فتح وزرار قفل فقط، مفيش حاجه تانية اكتر من كده. طيب التكييف زي ما اتفقنا هنا بيجي يدوي مش اوتوماتيكي، والانفوتيمنت سيستم هنا بيكون عباره عن سي دي بلاير مع راديو، والتحكم طبعا من خلال عجله القياده من هنا اقدر اتحكم في مستوى الصوت بتاعهم. في الكونسول الوسطي هنا عندنا فتحه يو اس بي مع فتحه اي يو اكس، ممكن من خلالها اوصل اي يعني محتوى صوتي على الراديو اللي موجود هنا بيشتغل مفيش فيه اي مشكله. وعندي كمان زي ما قلنا مكان للموبايل مع اثنين كاب هولدر نفس التقسيمه اللي موجوده في الفئه الثانيه موجوده هنا في الفئه الاولى. فتحات التكييف او نظام التكييف زي ما اتفقنا بيكون يدوي، وعصايه نقل الحركه اللي موجوده هنا اللي بيبقى الراس بتاعها موجوده من الجلد، وفرامل الايد اليدويه ومسند الايد الامامي اللي بيجي من الجلد مع مساحه التخزين الصغيره اللي موجوده تحت منه، والمرايه الخلفيه هنا بتبقى التعتيم بتاعها يدوي مش تعتيم ذاتي زي ما موجود في الفئه الثانيه. وما عنديش طبعا الجراب الخاص بالنظاره زي ما اتفقنا اللي موجود في الفئه الثانيه مش موجود هنا في الفئه الاولى، لكن الاضاءه اللي موجوده هنا بتبقى شكلها شيك، وطبعا بتيجي الاضاءه بتاعتها هالوجين. الماتيريال المستخدم هو نفس الماتيريال المستخدم في الكونسول الامامي، البلاستيك اللي موجود هنا مع تطعيمات من البلاستيك واخده تشبيحه جلد في الابواب الاماميه. كرسي السائق هنا قابل لضبط الارتفاع بتاعه يدويا، ودي برضو احد الاختلافات ما بين الفئه الاولى والثانيه لو الموضوع ده هيفرق معاك. اما المرايات الجانبيه فقابله للضبط كهربائيا ولكن الضم بتاعها بيكون يدوي زي ما اتفقنا. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بالكونسول الامامي في الفئه الاولى من تويوتا بيلتا. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، واللي قارنا فيه ما بين الفئتين اللي بتطرح بيهم تويوتا بيلتا في السوق المصري، الفئة الأولى والفئة الثانية. وأتمنى أن أنا أكون على قد ما قدرت أبرزت لكم أبرز الفروق ما بين الفئتين في التجهيزات، وجاوبت على السؤال الخاص بال 40 ألف جنيه زيادة اللي موجودة في الفئة الثانية راحوا فين في التجهيزات. لكن الإجابة في النهاية هتكون ليك أنت، أنت اللي تقول لي إذا كانت فعلا تستحق الفرق في السعر ولا لأ فيما يتعلق بالتجهيزات اللي موجودة هنا في الفئة الثانية. السؤال التاني اللي مهم برضو تجاوب عليه، هل فرقت علامة تويوتا الموجودة هنا على تويوتا بيلتا في سعر العربية وتسعيرها والإقبال عليها بشكل كبير ولا لا؟ أشكركم جدا على متابعتكم، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وعربية جديدة. مع السلامة.